مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام ونطالع منها. الرئيس القبرصي في حوار مع رئيس تحرير الأهرام بعد القمة الثلاثية: مصر حصن منيع ضد الإرهاب وسنعمل على دعم علاقاتها مع أوروبا. مصر رئيسا للدورة الحالية للمنظمة الإفريقية للطيران المدني. مساعد وزير العدل الأهرام: الأمن القضائي ليس بديلا لتأمين الداخلية. القوات المسلحة تسابق الزمن لإنجاز مشروعات عملاقة. جهود جبارة لتعمير مدينة الجلالة وطريق يشق الجبال بطول 80 كيلومترا. تشييد أضخم مصنع للأسمدة الفوسفاتية بطاقة 1,000,000 طن سنويا. من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية: الرئيس عاد بعد زيارة ناجحة لأثينا اختتمها بلقاء رئيس البرلمان السيسي. حل القضية الفلسطينية يقضي على أهم ذريعة لجماعات الإرهاب. وزير الداخلية يلتقي السفير الفرنسي ويعلن أن هناك تنسيقا معلوماتيا بين القاهرة وباريس. الوزير يتفقد منافذ أمان ويزور أكاديمية الشرطة ويؤكد توفير السلع الغذائية بالمنافذ بكميات كافية. مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتثمن الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز وحماية الحقوق والحريات وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب وإرساء قيم العدالة والسلام. من الأخبار: مصر تسلمت أحدث غواصة ألمانية. قائد القوات البحرية: خطوة عملاقة. الخبراء: سلاح ردع يعيد التوازن للمنطقة. وزير الخارجية: لا تفريط في حقوقنا التاريخية في نهر النيل، ويدعو إثيوبيا للوفاء بالالتزامات المقطوعة في اتفاقيتي مالابو والخرطوم. السيسي قبل عودته من أثينا أولى جلسات مجلس النواب نهاية ديسمبر. لجنة مشتركة مع الحكومة ورجال الأعمال لحل مشاكل الاستثمار. أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عناوينها: يوم الحسم في أزمة سد النهضة، بدء المباحثات السداسية بين وزراء الري والخارجية لمصر وإثيوبيا والسودان. وزير الري: من السابق لأوانه الحديث عن التحكيم الدولي وننتظر إجابات على أسئلتنا من الجانب الإثيوبي. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس: عبور 287 سفينة بحمولة 15.6 مليون طن لقناة السويس خلال أسبوع. الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري: المواطن العربي مهدد بالانقراض وضحايا الطبيعة أكثر من الإرهاب. أما صحيفة الشروق فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: وزير الخارجية من الخرطوم: نتفاوض من منطلق حسن الثقة في إثيوبيا وتفهمها لشواغلنا بشأن سد النهضة. زعزوع يطلق حملة هي دي مصر لتنشيط السياحة واحتفالية لتنشيط السياحة في سانت كاترين بمشاركة وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء وسفير دولة جورجيا ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين. القناع الذهبي لتوت عنخ آمون يعود للمتحف المصري الأربعاء. الأرصاد: غدا موجة جديدة من التقلبات الجوية تصاحبها أمطار غزيرة على المدن الساحلية. إلى الصحف العربية نتحول ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. القمة الخليجية تختتم أعمالها في الرياض أمس بتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل المشترك وبتوصيات تتعهد بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. حركة يهودية تطالب بهدم قبة الصخرة تحظى بتمويل رسمي. ليبيا: داعش يعزز نفوذه، وحفتر ينفي لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة. نرصد من صحيفة الخليج الإماراتية: المعارضة السورية تضع أسس التفاوض وتشترط رحيل الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية. العراق يحرر حيا جنوب الرمادي ويصد هجوما لداعش في شمال الحي. وصول 200 جندي أمريكي للمشاركة في تحرير الأنبار. بدء المشاورات الليبية في تونس ومبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر يدعو لتوقيع الاتفاق. نتابع من القبس الكويتية: أوباما: السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعيد المنال في هذه المرحلة، لكن لابد من المحاولة. التحالف العربي يسيطر على حنيش الكبرى أكبر جزر الأرخبيل اليمنية في البحر الأحمر، وكان الحوثيون يستخدمونها في تخزين الأسلحة وتهريبها إلى اليمن. العراق يستدعي مجلس الأمن والجامعة لإدانة الانتهاك التركي. إلى الحياة اللندنية: وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يسافر إلى روما الأحد ليشارك نظيره الإيطالي اجتماعا يبحث تشكيل وحدة حكومة
حكومة وحدة في ليبيا. زعيم تيار المستقبل الرئيس اللبناني سعد الحريري متمسك بمبادرته لدعم فرنجية، وسفراء يطلبون من رافضيها بدائل. العاهل الأردني: المعركة ضد الإرهاب يجب أن تضمن احترام حقوق الإنسان. نقرأ أبرز عناوين صحيفة القدس العربي. الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي يطالب الجيش والشرطة برفع وتيرة الإجراءات الأمنية في عدن. اعتقال مغربيين موليين لداعش وتحذيرات من تلامي خطر التنظيم في إفريقيا. إعادة فتح الحدود التونسية مع ليبيا، وبرلين تتعهد بدعم مالي لتأمينها. إلى الصحف العالمية، ونبدأ مع أبرز عناوين صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي كتبت: بعد أشهر من الوعود وأسابيع من الاستعدادات، أول مجموعة من اللاجئين السوريين تتوجه إلى كندا على متن طائرة عسكرية. استطلاع للرأي أجرته وول ستريت جورنال يظهر أن 57% من الأمريكيين ضد اقتراح دونالد ترامب بشأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة مؤقتاً. الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم مشاهدينا تناولت عددا من القضايا العربية، من أهمها الأزمة السورية، ونرصد من الإندبندنت: من يستمع إلى أصوات السوريين في بريطانيا؟ كاميرون يحذر من أن الهجرة قد تدفع البريطانيين للتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي. واشنطن ترحب باتفاق المعارضة السورية على توحيد صفوفها للتفاوض مع الأسد. لقاء مرتقب بين المعارضة والحكومة يناير المقبل. لوموند الفرنسية كتبت: السلطات السويسرية ترفع مستوى التأهب الأمني في جنيف لملاحقة 4 جهاديين على علاقة بتنظيم داعش. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: استمرار واشنطن بدعم العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية يعيق إصلاح العلاقات بين البلدين. على خلفية التوتر السياسي بين أنقرة وبغداد، محللون أتراك يرجحون بدء عملية برية شاملة في الموصل. أما صحيفة ليبرسيون فكانت عناوينها كالتالي: إخلاء مقر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أكبر جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بسبب طرد مشبوه. بعد أزمة الجنود الأتراك، أنقرة تكثف من جهود التهدئة مع بغداد. لجنة جائزة نوبل الرباعي التونسي الذي قاد الحوار الوطني في تونس مثال يحتذى به في العالم. من هارتس نتابع: رئيس الأركان الإسرائيلي: لا يمكن هزيمة داعش بالضربات الجوية فقط. أوباما يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات لمنع تفاقم الأزمة بينهما وخفض حدة التوتر. الرئيس الإيطالي يؤكد أن بلاده في طليعة العمل لمكافحة الإرهاب. ختاماً، وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. نهاية جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.